إحساني وإكرامي لأي إنسان اختار ألا يتفق معايا في عقيدتي لا يحمل أي إساءة لعقيدتي، بل الإساءة الحقيقية أن أسيء لمن اختلف معي في عقيدتي، لأن الوحي الشريف قرآن وسنة نزل على سيدنا رسول الله لصناعة نفوس مسلمة تحمل الرحمة والحق والخير والجمال لكل الكون، مش بس للبشر، وللبشر كلهم مش فقط للمسلمين. وما دام من يخالفني في العقيدة لا يحمل علي السلاح فهو أخي، سواء كان شريكا في الوطن نحيا سويا بالعهد والأمان والكفالة، أو معاهدا بروح لغاية وطنه أنا ويديني التأشيرة، يعني عهد الأمان مني لي في وطنه، أو مستأمنا جاي الوطني وإحنا ادينا له تأشيرة يعني يعيش في أمان وسطنا طول ما هو معانا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولم يقل لم يظلم المؤمنين شيئا، والله سبحانه وتعالى كفل لكل إنسان موجود في هذه الدنيا الإكرام. أما الآخرة فيكرم ربنا سبحانه وتعالى من يكرم ويهين من يهين، وهذا في علم الله. وربنا سبحانه وتعالى في لفتة رائعة في القرآن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. دي حاجة ربنا في الآخر اللي أنكر وجود ربنا سبحانه وتعالى. ويديك اللفتة الرائعة في سورة الحجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. شوف الكلمة يا أيها الناس، مش يا أيها المسلمين. نعم نتعاون ونتشارك، بل نتحاب ونتزوج، والكريم عند الله هو صاحب التقوى. عشان كده الإمام القرافي في كتاب الفروق وهو فقيه مالكي بعد كلام طويل عن إزاي تعيش مع واحد غير مسلم في بلد واحد وبينكم حقوق مشتركة قال فمن اعتدى عليهم، أي على غير المسلمين، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أو أي نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله، يعني عهد الله، وذمة رسوله وذمة دين الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فشيء صعب، بل شيء يسيء لعقيدتنا كمسلمين، أن يتوقع غير المسلم الإساءة من المسلم، أو حتى يتوقع عدم الإحسان والإكرام والمحبة بسبب أنه مش مسلم زينا. وما أجمل أن تكون وريثا محمديا. لما اليهودي كان يختلف مع مسلم كان يقول له لأشكونك إلى محمد فلأجدنه عطوفا كريما. وربك يقول للنبي وما أرسلناك صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وانت هنا في الدنيا موجود بعد النبي لإيصال هدايته وإكرامه وإحسانه للناس كافة، وده اللي بيسموها عالمية الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاللهم ارزقنا نصيبا من ميراث الرحمة الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا فتنة لأنفسنا أو لغيرنا، واجعل أخلاقنا كما تحب وترضى، وألف اللهم بين قلوبنا.